فأنا من روادها. وأما على الصعيد العلمي فلدي مؤلفات الحمد لله ومنشورة على الصعيد المجلات. عجبني كثيرا تواضعك، طريقة كلامك، وهذه ليس بالغريب على شعبنا السعودي. كثير كثير هذا يعني إجبار، يعني جبر الخواطر والتعامل بإنسانية يفيد يعني بناء مجتمع جميل جدا، بعيد عن كل المسميات، يعطي للإنسان حقه. وإذا أعطي الإنسان حقه كان جميلا كجمال هذه الابتسامة التي في وجهك. يا حبيبي دكتور عدي، ما هذا؟ أنت يعني ما جعلت لي أصلا شيء أثني عليك وأبادي لك الإعجاب، لأنك أخذت كل الكلمات الجميلة، والحقيقة نفسي أنا أخذها مني إليك، أنا أردها فعلا. حدوى يعني قلبك، نعم حقيقة، حدوى قلبك دكتور، حدوى سعيد قلبك، بيك. أنا ما عليك زود، معي دائما، يعني أنا أتمنى، وعندي الأزرق لو عندك الأزرق، وعندي الأصفر هنا الرابط، أتمنى تكون معي. أكيد أكيد يشرفني أكيد. فمن بحث عن سنده بهذا الفكر وهذا العقل كان ناجح، ومن بحث عن الجمال بهذا الجمال كان جميل. فأنا جميل بك كما أنت، أنت واضعت قليلا كنت جميلا بي. أنت جميل حقيقة، وأنت دكتور رائع، أتشرف بصداقتك.